أهلا بكم إلى أول عدد من برنامج تحري الجريمة. قضية اليوم تتعلق بجريمة قتل. راحت ضحيتها فتاة في العقد الثاني من العمر. الضحية قتلت بطريقة بشعة. هل تمكن رجال الدرك الوطني من إلقاء القبض على الجاني؟ رقم تورط في الجريمة هذه. قضية مثيرة جرت وقائعها في ولاية معسكر. تابعوا معنا. تعد معسكر من أهم المدن وأخدمها بالغرب الجزائري، وتسمى أيضا بمدينة الأمير عبد القادر. تفشت في إقليم الولاية بعض المظاهر الإجرامية كجرائم القتل، ما دفع بمصالح الدرك الوطني التجند لمحاربة هذه الظاهرة. ومن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر تبدأ أحداث قضيتنا لهذا العدد من تحري الجريمة. عندي واحد البلاغ على البنت ما دخلتش البارح. بتاريخ 29 من نوفمبر 2018 في حدود الساعة 10:00 صباحا، تقدم إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمامونية رجل في العقد الخامس من العمر يدعى عبد الكريم. بارك الله فيك. من أجل تقديم بلاغ بحث في فائدة العائلات لمساعدته في العثور على ابنته. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله أخي، تفضل. شو عندك؟ فراني جاي نقدم واحد البلاغ، البنت ما بانش من البارح. معلش تعطيني بطاقة تعريف وطنية تاعك؟ طبعا. تفضل. أخي ريح، تفضل دقيقة برك. صحيح. المساعد، تقدم عندي واحد المواطن درك للمكتب الخفاره. عبد الكريم كشف لرجال الدرك ان ابنته البالغه من العمر 22 سنه اختفت عن الانظار منذ خروجها من المنزل يوم امس. تفضل معي اخي المكتب هاي الشقه. تفضل. حاج مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل، واش عندك؟ شوف حضرات، انا البنت يامس خرجت الصباح وما دخلتش كاع، والليل كامل ما دخلتش، حتى اليوم الصباح عليها راني مقلق عليها وجيت نعلمها. خرجت البارح البنت؟ خرجت البارح يامس الصباح، تما ما دخلتش كاع وما رايش مطبايحها. تخدم هذه؟ تخدم البنت؟ لا ما تخدمش. حضرات تقرا؟ تقرا حضارات. كي خرجت واش كانت لابسه؟ المواصفات تاعها كامله. شوف هي على حسب ما قالت امها، قالت لي لابسه بول غري وسروال كحل وواحد من باسكت خفيفه. عندك صوره شمسيه تاعها؟ فوالا حضارات، هذه هي البنت وها هي شهاده الميلاد تاعها. هاي فيها كاع المعلومات. البنت تاعك هذه ما عندهاش اضطرابات نفسيه ولا حاجه؟ لا حضرات، البنت في كامل قواها العقليه، والبنت تعرف شنو تدير، البنت تقرا. عبد الكريم قدم لرجال الدرك الوطني مواصفات ابنته وصورتها. ان تاخذوا الاجراءات اللازمه. خلينا النيميرو التليفون كاش حاجه نتصل. حاضر حضرات. بعد مرور 24 ساعه بتاريخ 30 من نوفمبر 2018، بينما كان أحد المواطنين يقوم بممارسة الرياضة في غابة صقور. بسم الله، في الحي يا شيخ، الله أكبر. تفطن هذا الأخير لوجود جثة فتاة مرمية في الغابة، فقام بالاتصال بمصالح الدرك الوطني. الدرك الوطني، نعم. ألو، السلام عليكم. عبر الرقم الأخضر 10
55 زقور في المامونيات لقيت جثة. غابة نتاع المامونية وراي قدامي راي قدامي. صح بقى تما في المكان من فضلك حتى يلعبوا أفراد الفرقة تما عندك. صح ما كاش مشكلة أني قاعد حداها هنا. شكرا بارك الله فيك. صح الرقيب الأول شوف اتصل بأقرب وحدة للغابة نتاع المامونية بلغنا واحد المواطن كان جثة من جنس أنثى. مفهوم مفهوم. 50 واحد 50 شو مباشرة تنقل بالدورية تاعك للغابة تاع المامونية. بلغنا مواطن وجود جثة من جنس أنثى ذي الإحاطة بالمكان وقبل بالاتصال. فور تلقي الخبر تم توجيه أقرب دورية للتنقل إلى عين المكان لتثبيت وإحاطة مسرح الجريمة. كما تم تحويل المكالمة لفرقة الدرك الوطني بالمامونية للتحقيق في القضية. فرقة الدرك الوطني بالمامونية معك مركز العمليات. شفت لقينا مكالمة درك عن طريق الرقم الأخضر 1055 عم بلغنا واحد المواطن قال لك بلي كاينه جثات. جثة راهم تماك قصيدة الأمن التدخل رقم 1 دايرين إحاطة. مفهوم. كي تلتحق تماك بلغنا واش كاين. صح شكرا. تفضل. احتراماتي المساعد، تلقينا مكالمة من مركز العمليات مفادها وجود جثة من جنس أنثى. وين المكان بالضبط؟ بغابة السقور. حضر لي يا جماعة باش نطلقوا على المكان. تفضل. احتراماتي حضرة. ولك الاحترام المستعد. حضرة لقينا مكالمة من مركز العمليات بمقر المجموعة مفاده وجود جثة. اكتشاف جثة؟ واه. وين المكان بالضبط؟ على مستوى غابة الزقور. شوف المستعد بلغ السيد وكيل الجمهورية. مفهوم. شكل دورية وتنقل على الفور. حافظ على حالة الأماكن. مفهوم. ثبت مسرح الجريمة. دوك نلتحق بيك أنا وأفراد خلية الشرطة التقنية التابعة لمجموعة الدرك الوطني في معسكر. مفهوم. شكرا. بتاريخ 30/11/2018 تلقى مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 مفادها العثور على جثة لفتاة في العشرينيات من العمر من طرف شخص كان يمارس الرياضة بغابة الزقور بلدية المامونية. فور تلقي المكالمة تم الاتصال بالفرقة المختصة إقليمياً أين قام قائد الفرقة بتبليغ قائد الكتيبة وإبلاغ السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا ثم التنقل فورا إلى عين المكان بغرض الحفاظ على مسرح الجريمة. كإجراء أولي شكلت دورية تابعة لفرقة الدرك بالمامونية للتنقل إلى عين المكان لمباشرة التحريات الميدانية. مساعد عندنا جثة فتاة في العشرينيات أنا حوطنا المنطقة ومنعنا تقرب أي فضوليين. جثة أمامك باشر المهام تاعك.
بعد معاينة قائد الفرقة والمحققين لمسرح الجريمة، تأكد رجال تم الاتصال بأفراد الشرطة التقنية والعلمية للبحث عن القرائن التي من شأنها أن تساعد المحققين على فك غموض الجريمة. تم وضع شريط إحاطة على مسرح الجريمة وتحت التصرف. وما كانش فضوليين دخلوا مسرح الجريمة؟ لا، ما كانش فضوليين حضرات، كنا أول متدخلين لمسرح الجريمة. المساعد عندنا مسرح جريمة متعلق باكتشاف جثة فتاة في العشرينيات من العمر، تفضلوا باشروا المهام تاعكم، حاولوا تعثرونا في مسرح الجريمة على أدلة ممكن تفيدنا في التحقيق. مفهوم حضرتك. مسرح الجريمة لم يتم العثور على أداة الجريمة. للدم، قرائن وبصمات من شأنها أن تفيد في التحقيق. لحد الآن مقترف الجريمة مجهول لدى مصالح الدرك الوطني. استغلال الدلائل العلمية والقرائن كفيل بإزالة اللبس عن القضية. تم تفتيش مسرح الجريمة تفتيشا دقيقا، إلا أنه لم يتم العثور على أداة الجريمة، بحيث تم رفع بعض القرائن لإرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام لبوشاوي من أجل إجراء الخبرة عليها. بعد الاستعانة بأفراد خلية الشرطة التقنية والعلمية بالمجموعة، تم رفع بعض القرائن من مسرح الجريمة، إلا أنه لم يتم العثور على أداة الجريمة. من هذا المنطلق كثف رجال الدرك تحرياتهم في القضية، بحكم أن الدرك الوطني مؤسسة جمهورية في خدمة الوطن والمواطن، وتضع تحت تصرفه الرقم الأخضر 1055 والموقع الإلكتروني ppgn.mdn.dz. التحريات والتحقيقات المعمقة لرجال الدرك لا زالت متواصلة. أول خطوة قام بها أفراد الدرك هي التحري في نشرات البحث في فائدة العائلات التي تقدم بها المواطنون.
استغفر الله العظيم، لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عندنا تسخيره باش نشوفوا البيت. تفضل شوف الجثة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سامحني يا بنتي، سامحني، سامحني يا بنتي، ما قدرت نعميك. عبد الكريم فور مشاهدته لجثة ابنته انفجر بالبكاء وهو تحت الصدمة. الله أجرك، أعطيكم الصبر إن شاء الله. حاسمح لنا استدعيناك في ظرف خاص، بغي نطرح عليك بعض الأسئلة. كونسونطري معايا برك. عظم أجرك ولدي، الله غالب، غير سمحوا لنا ولكن الله غالب. معليش دايم والله، واش دير، هذه هي الدنيا. الحاج البنت تاعك خرجت البارح، وين كانت الوجهة تاعها؟ عبد الكريم لا يوجه شكوكه لأي طرف كان. وكنا نخرج بكري، يعني ما عندها وين تروح، راح تقرا دير صوالحها كيما العادة. البنت نعرف بلي ما عندها وين تروح، هذه كانت علامات التأثر بادية على ملامح أبي الضحية. حضرت ما عندهاش تليفون، البنت أنا بدي لهاش تليفون. ما عندهاش تليفون؟ لا لا لا، حضرت ما عندهاش تليفون. كش ما عندك شكوك ضد أي شخص؟ شوف حضرت البنت رغم في الحقيقة أنها راهي تقرأ، بصح كنا غادي نزوجوها كي عادتنا، احنا نزوجوهم صغارت، وما نظنش عندها عداوة. اسمح لي ما نظنش، كانك لي تمشي مع اصحاب السوء. انا بنتي نعرفها، بنتي نعرفها مليح، انا بنتي مخلقه وربيتها على يدي. هذه اللي راهي محيرتني يا حضرات الحاج. احنا راح نستعملوا جميع الوسائل الماديه والبشريه والتقنيه باش نوصلوا للفاعل ولا الفاعلين. حضرات ما عنديش شك، ما عنديش شك باللي الدارك الوطني غادي يقوم خدمته ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. فور تحديد هوية الضحية تم عقد اجتماع تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية، أين تم توزيع المهام على أفراد فريق التحقيق، وتم حثهم على تكثيف الاستعلامات والتحري عن أقارب الضحية وكل من كانت لهم علاقة بها. عظم الله أجرك، الله يعطيك الصبر إن شاء الله في الأخت تاعك. شمل التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني مختلف أفراد عائلة الضحية، فتم استدعاء أخت الضحية للاستماع إلى أقوالها. الأخت تاعك إيسي برك، تركزي معي شوية باش تجاوبي على الأسئلة. بون، الأخت تاعك هذه كيفاش كانت العلاقة تاعها مع الفيونسي تاعها، مع خطيبها؟ كانت عادي نورمال. كان عندها تليفون؟ تليفون اسكو العائلة كامل على بالهم باللي عندها تليفون؟ لا، باسكو عندنا شوية بابا مزير ما عندوش هاد العقلية تاع التليفون. العائلة تاعك ما على بالهمش باللي هي تهضر مع خطيب تاعها؟ لا، ما على بالهمش. صح، كانت عندها بعض العداوة مع بعض الأشخاص. جيهان كشفت عن وجود خلافات بين المرحومة وخطيبها إلياس، وأشارت إلى أنها استمعت للمناوشات التي بينهما حين كانت تتكلم معه عبر الهاتف. كانت تحبهم دونك ممكن. كيفاش كانت تتلاقى مع الفيونسي تاعها، مع الخطيب تاعها؟ يتلاقوا اون سول فوا ولا دو فوا ماكسيموم في ان موا. شكون اللي شرا لها التليفون؟ الفيونسي تاعها هو اللي شرا لها. الفيونسي تاعها وعطاها لها بخبية. كانت تهضر غير في البيت تاعها. داكو. شحال رقم الهاتف تاع المرحومة؟ 07 07 70 70 91 91.
في الاونه الاخيره الاخت تاعك ما كتبتش لي هكذا حتى دي في التليفون عندها مناوشات مع في التليفون دي فوا كنت نسمع دي فوا كاين شحال من خطره قليل قليل عارفك لي كوب كي تيبزو وتزق في التليفون تسمعوها ولا غير تسمعها في البيت تاعها في البيت تاعها عندك اضافات واحد اخرين تزيديهم ما عندكش احنا رانا فاتحين تحقيق في مقتل الاخت تاعك وفي اقرب وقت ان شاء الله نتوصلوا للفاعل ولا الفاعلين في مقتل الاخت تاعك الاخ الياس عظم الله اجركم فيما اسابكم ثبت الله اجرك شاف عيطنا لك اليوم الفرقه تاعنا باش نطرحوا عليك بعض الاسئله في الحادثه ما كاش مشكل لاني هنايا مي سقسيك اخر مره تلاقيت بالمرحومه وقتها اخر مره سيمانه هكا ولا قبل ما تصرى هذه الفاجعه كنت ندور نورمال عادي الياس لم يلتقي بخطيبته منذ اسبوع كامل المدعو الياس صرح لرجال الدرك انه كان يتواصل مع خطيبته عبر الهاتف كانت علاقه عاديه كما كاع الناس هكا كيفاش كنت تتواصل معها بالهاتف بمواقع التواصل الاجتماعي كيفاش كنت تتواصل معها كنت شاري لها تليفون شي دايره بيني وبينها ما كانش قال لي على بالها ابار اختها هي اللي كان على بالها في الدار خاطش والديها ما يبغوش هذه تاع تليفون ما يبغوش هذا شغل جايين ناس متقيدين بهذا الشغل ما يبغوش هذه العقليه ما لاحظتش في المرحومة تاعك في الآونة الأخيرة أنها تغيرت شوية ولا تبدلت ولا مخبية عليك اش حاجة صح ليش هم شغل بدأت هكا شغل تجبد على بالي أنا قاعد نحوس على حاجة شغل عندها حاجة هكا دستها وما عرفتهاش أنا قاعد غير نحوس هكا شيء الياس بدأ متأثرا وتحت الصدمة خلال محاضر سماع أقواله في العلاقة تاعك مع المرحومة كانوا بيناتكم خلافات ومشاكل هي ماشي كانوا مشاكل ولا حاجه بصح شغل احنا كنا كيما كاع الناس ندور ونضحكوا ونلعبوا يصيروا دوك الاخر حاجات خفاف بصح نقولوا نورمال عادي خاش كانت تبغيني ونبغيها نورمال الاخ الياس ان شاء الله كي نحتاجوك راه نعاودوا نعيطوا لك تقدم عندنا الفرقه ان شاء الله ما كاش مشكل اش خولك يا راكي صافا لاباس هيا كاش جديد بعد مقتل الضحيه حاول المدعو الياس عدة مرات وضع حد لحياته لكن ما هو السبب الذي دفع بخطيب الضحية لمحاولة الانتحار؟ بس كان ما على بالي شرح به ولدي ما على بالي كاش عنده ما فهمتش حكي ما راكي تشوفي فيه هكا مقلق ما راه ياكل ما راه يشرب أرجي صبر نشوف ولدي ماله مالك الياس أميرة مازال ما تجي صح عطا طمزة عطا تجي ونقول لها تعيط لك فتحنا فتحنا الياس الياس بناء على المعطيات الأولية التي جمعها المحققون طلب قائد الفرقة من مصالحه طلب تسخيرة لمتعاملي الهاتف النقال من أجل معرفة جميع المكالمات الصادرة والواردة من هاتف الضحية. تفضل. شوف وجدنا تسخيرة للمتعامل النقال لهذا الرقم من أجل إفادتنا بالهوية لصاحب هذا الرقم وكذا المكالمات الصادرة والواردة. تفضل. من خلال سماع أقارب الضحية أكدت أختها للمحققين أنها تملك هاتف نقال أهداه لها خطيبها وكانت تستعمله خلسة عن والدها تفضل أنا تجد لها تسخيرة المساعدة رأي واجدة تفضل حصول رجال الدرك على نتائج التسخيرة قام قائد الفرقة بإبلاغ قائد الكتيبة بمستجدات القضية الو احتراماتي حضرت ولك الاحترام المساعد حضرت اليوم استلمنا الكشوفات
المكالمات صادرة للوالدة وكانت نتائج إيجابية. شوف مساعد، بما أنه المعني آخر من اتصل بالضحية، عليكم بتكثيف التحريات حوله. مفهوم. وموافاتي بالمستجدات في حينها. مفهوم حضرتك. شكرا. من خلال استغلال الوسائل التقنية في البحث والتحري وكذا المعلومات المتواترة التي تحصلت عليها مصالح الدرك والتي تفيد بأن المدعو إلياس حاول الانتحار عدة مرات. احترامات يا حضرات. تفضل مساعد. وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تأكد رجال الدرك بأن خطيب الضحية هو المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل. كاينة بنت أخت صديقة خطيب المرحومة، كانت عندهم اليوم في الدار وشافت خطيبها حاول الانتحار عدة مرات، وهذه المعلومات بلغتنا بهم الفرقة، معلومات جديدة تفيد وتوحي بأن المشتبه فيه هو خطيب المرحومة. شوف المساعد، بلغ السيد وكيل الجمهورية بهذه المستجدات، كثف التحريات من أجل تحديد مكان تواجد المشتبه فيه باش نقوموا بتوقيفه بالاستعانة بأفراد فصيلة الأمن والتدخل. مفهوم حضرتك. تفضل. ربي عمرك. من هذا المنطلق شكلت دورية تابعة لأفراد الفرقة مدعومين برجال فصيلة الأمن والتدخل من أجل التنقل لتوقيفه. حين وصول رجال الدرك لمكان تواجد المشتبه فيه قاموا بغلق جميع المنافذ. رجال الدرك من مكان المشتبه فيه قاموا بمداهمة المكان. حولوا المركبة. إلياس، وقتاش كانت آخر مرة اتصلت بها بالمرحومة هند؟
سيمانة هكا ولا خلوني نعيط؟ سيمانة قبل. المدعو إلياس حين مثوله على طاولة التحقيق حاول التهرب من أسئلة المحقق، حيث كان في كل مرة يدلي بتصريحات مغايرة. هاتفية تثبت باللي اتصلت بالمرحومة، عيطت لها قبل بيومين. شو؟ عيطت لها في التليفون قبل بيومين، وعيطت لها ثلاث خطرات. غادي نمشي أنا. عيطت لها في التليفون إلياس، عيطت لها. الإنكار سمة المجرمين في مشاكلة إلياس، وهو ما كان متوقعا منذ البداية. ساعة وعشرين دقيقة آخر مكالمة هضرت فيها معها 30 ثانية، وتاك اليوم تقول لي ما عيطت لهاش كاع. ما مش عارف بالك عيطوا من عندي وشي، انا ما شفتهاش وما عيطت لها ما والو. وعلاش بغيت تشرب لاسيد مالا؟ علاش بغيت تنتحر؟ علاش بغيت تنتحر؟ علاش بغيت تشرب لاسيد؟ اهدر إلياس. بعد مواجهة المشتبه فيه بالأدلة العلمية والتقنية، تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة واعترف بارتكابه للجريمة. احكي واش كان إلياس؟ الإنكار ما يفيدكش. قتلتها وبغيت نقتل روحي، بغيت نقتل روحي، وكنت قادر نقتل أي واحد يشوف فيها. احكي لي كيفاش صرات بالضبط. واحد الخطرة ديها مع صاحبي للغابة. كيسمو صاحبك هذا؟ أمين. قررت باش نقتلها، قلت لها راح تشري لنا فطور. هيا أمين خويا نزلوا غير هنا. صاي سي بون خويا تريح غير هنا ودوك نعطيك جيب لنا فطور. دوك نعطيك الفراش. لا معليش ما تقلقش روحك. بصح نقشرو دوك دوك براسي. سي بون صاحبي. خليته هو روح يشري فطور، وانا خويت بلاصه مليح مليح باه ما يشوفني حتى واحد. هضر معايا تشوف. صافي نهضر معاك. تعيطي كيما تبغي، تردي كيما تبغي، اون اطونت ما على باليش انا. حين وصول الياس للغابه حدثت بينه وبين خطيبته مناوشات كلاميه. راني موشوش في مالك ولا شو؟ ها؟ وا غير انت راك موسوس ما فهمتش. هذا الصوالح غير وحدك راك وحدي تصنح فيهم. تمانا نبان لك وحدي بهلول انا مريض. ها هذا الصوالح الناس يهضروا عليهم. كيفاش كيفاش فاهميني؟ راك عارف بلي التليفون. وفي لحظة غضب قام إلياس بضرب خطيبته ضربا مبرحا. هذه اون اطون ديفون نهضر مع خالتي. خالتك 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 ها؟ هضر معاها ها؟ وجبت الخدمي وقعدت نضرب فيها وقعدت طايح فيها. بعد ما غسلتها حيث قام هذا الأخير بطعنها بخنجر وهو تحت تأثير صدمة. أمين كان معاك؟ لا ما كان عاد مازال ما وصلش. بعدها مباشرة حاول المدعو إلياس طمس آثار الجريمة، فقام بتغيير مكان الجثة وإخفائها في الغابة. وديتها لبلاصة دركتها. المشتبه فيه إلياس كشف أن المدعو أمين شاهده حين قيامه بالتخلص من الجثة. لحق علي أمين، كانت هي عاد مازال ما ماتت في الأنفاس تاعها الأخيرة. أمين شافها قبل لا تموت، الحق عليها قبل لا تموت. واه الحق عليها. قلت لها عاوني وما بغاش، هرب وخلاني. عاوني 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 عاوني. تلقاها هاد الفرن الانفاس تاعها، علاه ما ديتهاش للسبيطار؟ علاه ما بلغتش؟ راك عارف شاف انا هذا كنقلق وكلش، خفت انا لا كان يديني باصيني معاه، انا ما بغيتش نهزها. امين كشف لجال الدرك الوطني ان خوفه هو الذي دفعه لعدم التبليغ عن الجريمه. ما بلغتش عن الجريمه. عاود كملت ردمتها بالزجر بالجهه الاخرى تاع الزجر وهرب وليت للدار. بعد كي وليت نعيط لها في التليفون باش ما يفيقوش بلي انا قتلتها. الياس راك متابع بجنايه القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، سيتم تحرير محضر ضدك وتقديمك امام السيد وكيل الجمهوريه. اسمحوا لي الشاف، اسمحوا لي، لا بغيتو ربي والله ما كان غرضي بها نقتلها، قدرت بيا كنت نبغيها بزاف بزاف. شاف
مهما استعمل المجرمون من حيل وأساليب لطمس آثار الجريمة، فإن مصالح الدارك بيقظتها وحنكتها تكون لهم دوما بالمصاد. ففي النهاية العدالة تأخذ مجراها ويتم زج المجرمين في السجن. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.